دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني الحقيقة، ويمكن احنا شوية كمان رجعنا من أجازة العيد، ناس يمكن شوية عيانة ونقول ده برد مروحة، وطبعا مفيش حاجة اسمها برد مروحة، هي كورونا، لكن احنا عندنا اعتقاد ان كورونا خلصت، ووزارة الصحة قالت انه لسه كورونا هذه الجائحة لم تنتهي بعد، ويعني لسه معرفناش كلمة النهاية في كورونا. المشكلة هي في تعاملنا مع العيا. احنا كمصريين ما نحبش العيا وما نحبش نرقد وما نحبش نقعد في البيت عيانين، فنعمل ايه؟ نشوف بقى اي خلطه كده تخلينا نقوم بعد يومين ننزل ولا كاننا عيانين. والحقيقه انه ده بيحصل، وما اعتقدش ان محدش فينا سمع عن حقنه البرد اللي بتروح الصيدليه تقول للصيدلي حط لي كده ايه ثلاث حاجات كده على بعض، مضاد حيوي على كورتيزون، سموها حقنه هتلر عشان نزله البرد دي تروح بسرعه. خطوره حقنه هتلر دي يعني ممكن تؤدي لا قدر الله للوفاه. والحقيقه انه يعني انا اعرف ناس كتير ودخلت معاهم في جدال، وهم طبعا مش دكاتره، يعني هم بس شايفين انه ممكن حد يكون خدها وما توفاش منها، فشايفين انه دي حاجه يعني عاديه ممكن نستخدمها طالما بنخف بسرعه. تعامل خاطئ جدا، ومساله انه يعني نخلط ادويه على بعض، ده اصلا حاجه من غير ما تبقى دكتور لازم تعرف انها حاجه غلط جدا. مسألة تركيب الأدوية على بعض ونحط مضاد حيوي على الكورتيزون، وصفات طبية بنقولها لبعض يعني مش عارفة ازاي الصراحة، وبنتنقلها وبنستخدمها على أساس ايه مش عارف. حد يكون شغله مثلا تقيل شوية وما يقدرش طبعا، يعني ربنا يعين الناس كلها، يقعد في البيت شوية أو يغيب شوية عن شغله لأن ده ممكن يأثر على دخله، لكن انت يعني ممكن يحصل لك حاجة فيعني الأسرة تفقد العائل بتاعها بسبب ان انت أخدت حقنة زي دي. وزارة الصحة المصرية حذرت من الحقنة دي وقالت إنه دي ممكن توقف عضلة القلب زي ما بقول لحضراتكم وتؤدي للوفاة، وما ينفعش أبدا إنه حد ياخدها. أرجوكم إن احنا نستمع لكلام الدكاترة ونبطل موضوع إنه كلنا دكاترة وكل المصريين بيوصفوا العلاج لنفسهم. بقول الكلام ده والله لنفسي قبل ما أقوله لحضراتكم، إنه نبطل ناخد أدوية من غير استشارة أطباء. خلينا دلوقتي نروح للمتخصصين ونسمع كلامهم. دكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، مساء الخير عليك يا دكتور. ويمكن كنت بقول ناس كتير راجعه من الاجازات في انتشار لدور برد او كورونا، لانه ما اعتقدش ان دلوقتي ممكن يكون في ادوار برد عاديه، او لابد ان احنا نتعامل مع ادوار البرد العاديه على انها حتى كورونا علشان ما نعديش بعض، كل واحد مناعته مختلفه عن الباقيين. استخدام الناس المفرط للادويه سواء بنتكلم على المضادات الحيويه او يعني حقنه زي اللي احنا بنشوفها، بالتاكيد حضرتك سمعتي عنها وسمعتي ان الناس بتروح الصيدليات وتاخدها، ده ممكن يعني يعمل ايه فينا؟ هو طبعا كانت بتتقال عليه حقنه البرد، ونظرا انها كانت بتتقال حقنه البرد وبدانا نهاجمها في برامج كتير وبلاش يا جماعه تخلطوا حاجات على بعض، بتبقى عباره عن مضاد حيوي قوي جدا كورتيزون ومضاد التهاب او مسكن. بدانا نهاجمها ونقول يا جماعه المضادات الحيويه اولا ممكن تكون عدوى فيروسيه، فالمضاد الحيوي ممكن ما ينفعش حاله العدوى الفيروسيه. ثانيا ان احنا البكتيريا دايما العدوى البكتيريه لازم بنحاول نعمل مزارع علشان نقدر نعرف نوع البكتيريا بالظبط وهل هيتفاعل معاها ولا لا، عشان تديها مضاد حيوي يناسب الحاله، صح يا دكتور؟ بالظبط كده، يعني انه مش اي مضاد حيوي تاخده من الصيدليه يشتغل عليك. ايوه فندم، يعني هو بفكره الوقت بقت المزارع مرعبه، يعني الناس بتتنبأ ان احنا من كتر ما بنفرط في المضادات الحيويه من غير ما يكون ليها مزارع صح، من غير ما تتاخد صح، من غير ما تتاخد الجرعه بطريقه صح، حقنه واحده مش عمرها ما هتنفع ولا تبقى شافيه، يعني هو ينام ويقوم يلاقي نفسه خف، بس مش بالضروره ان كل الناس تخف، مش بالضروره لا قدر الله. ان احنا عارفين كويس قوي ان الاوميكرون بدا، هو فعلا كورونا ضعيف، ولكن في بعض الناس اللي عندها امراض مزمنه ممكن يبقى قوي. ده بالنسبه للمضاد الحيوي. بالنسبه للكورتيزون ممكن يضعف المناعه بطريقه او باخرى. احنا مش بقى. وبعدين الفكره ان المضادات الحيويه احيانا بيبقى في ناس حساسيه من نوع معين. صحيح. ممكن مش عارف، يعني ممكن ياخد يعني بالصدفه ياخد مضاد حيوي هو يكون عنده حساسيه منه. بالظبط كده، يقع. اعتقد يا دكتور نهى لو مساله خلط الادويه على بعض دي اصلا ممكن تعمل حساسيه للعيان. هي مش كل الناس يعني هتتفاعل معاها صح، دي مشكله. وبعدين المشكله ان اللي بيخلط لا يمكن يكون صيدلي. اللي بيحصل بيبقى حد واقف مثلا في منطقه ريفيه، صحيح، في منطقه منزويه مش عليها رقابه،
للاسف ممكن يبقى خريج اي حاجه غير المجال الطبي، مع احترامي للجميع، ولكن كل واحد في مجاله. لا هنا لازم نسمع للمتخصصين. بالظبط كده يا فندم، كل واحد في مجاله شاطر فيه. يعني انا ما اقدرش مثلا اشتغل شغل مثلا العامل البطيء. طب دكتور الحقنه دي ممكن تؤدي الى الوفاه؟ اه طبعا، ما انا بقول لحضرتك لو حصل نوع من انواع الحساسيه، في ناس ممكن توصل معاها الحساسيه للإديمة في الـ في الـ في تورم. في الـ في الـ في بالظبط في اللاركس او في يعني في التنفس في القصبه الهوائيه، وممكن يقع عيان. بالنسبه للكورتيزون ممكن لا قدر الله، هو لو عيان عنده سكر، لو عيان عنده ضغط، ممكن يرفع له الضغط بصوره مش مظبوط. هو بيجي حضرتك هو مش كاشف ومش عامل اي حاجه، بياخد الحقنه دي على بعض. هل انت كشفت عليه؟ مين اللي اطلق عليها حقنه هتلر يا دكتور؟ ولا ده اسم الناس بتستخدمه؟ هو اسم بيستخدموه عشان يعني اللي هو يعني رمز للقوه. قوه يعني يعني بالظبط كده. انت خلاص النهارده هتاخدها، وهو معلش ما تزعليش مني، ساعات بيبقى الوصف الكورتيزون ده محتاج حاجات كتير قوي عشان يتوصف. لا الكورتيزون سلاح ذو حدين، دايما نسمع كده. بالظبط كده يا فندم، يعني هو بيعمل كمبيوتر لحالات معينه ومش كل الحالات. طيب دكتور دلوقتي الحقيقه سؤال مهم جدا ان انا اساله لك، احنا دلوقتي تقريبا يعني في موجه جديده من كورونا، انا مش عارفه دي موجه جديده من كورونا ولا هو دور برد مثلا موجود، هل هو متحور جديد من كورونا؟ لسه الحالات يمكن عددها اقل من انه يتقال عليها موجه، لكن في حالات ظهرت كورونا بعد ما كنا يعني بنعيش فتره كده الحالات قليله جدا وبنسمع يعني اقل عن كورونا. دلوقتي انا اعرف ازاي ان اللي عندي ده برد ولا يمكن يكون أوميكرون أو كورونا متحور جديد؟ الفرق ما بين الأعراض اللي يمكن الناس كلها بقت بتختلط عليها الأمر في يعني مسألة الأعراض دي، أفرق إزاي؟ هو هقول لحضرتك حاجة، الأوميكرون بدأ يحصل له سب تايب منه أو متغيرات كتير وهيستمر معانا. هو ضعيف لكن سريع الانتشار، وصرحت منظمة الصحة إن هيحصل لسه سب تايب كتير قوي أو متغيرات كتيرة من الأوميكرون. الفكره ان احنا هنعتبر اي دور برد عندنا كورونا او اوميكرون، ونعزل نفسنا على الاقل اسبوع او 7 ايام، نستخدم ادوات شخصيه، نحاول على قد ما نقدر هنعالج الاعراض في كل الاحوال، سواء كان دور برد سواء كان كورونا، نرتاح 7 ايام، نعالج الاعراض على قد ما نقدر. لو الاعراض بتاعتنا بتكيور يعني بتخف، مفيش ضيق في التنفس، مفيش ارتفاع في درجه الحراره، خلاص الدنيا هتعدي. لو حصل انه حاسس الاعراض بتزيد معاه، لا لازم يلجا للمستشفى. يعني 7 ايام يعزل نفسه ويتعامل مع نفسه على انها كورونا، ودي مساله مهمه انه الناس ترجع تاني لموضوع انه لما احس بدور برد اعزل نفسي، لانه اعتقد الناس نسيت الكلام ده. بالظبط، وراحه وسوائل مهم جدا، راحه وسوائل واكلات خفيفه جدا، نبعد عن الاكل المقلي، نبعد عن المياه الغازيه، عن الحاجات اللي زي كده، علشان الجسم بس يبتدي يبقى مقاومته تبقى احسن. طيب يا دكتور كنت بسالك، يعني ما فيش حاجه اقدر افرق بيها اجزم ان هي كورونا؟ يعني هل مثلا التهاب الحلقه، هل مثلا ارتفاع في درجات الحراره؟ هو هقول لحضرتك ولا الناس تروح تعمل الاختبار الخاص بكورونا؟ الاعراض لا، هو البي سي ار بيفرق، بس احنا قلنا الكيور بتاع البي سي ار او الـ او الاكيوريسي بتاع البي سي ار بتاعنا بيوصل لحوالي 65%. يعني حضرتك تقصدي ان ممكن يكون حد مصاب ويطلع سلبي، وبعدين السب تايب او ان انت تفرقي الانواع الجديده دي موجوده في ممكن ما يتمش قوي. صحيح. فاحنا بنتكلم على اساس ان ايه، نحافظ على الناس من التكلفه. فالحل ايه؟ ان احنا نعتبر ان هو كورونا ونعالج الاعراض ونعزل نفسنا. صحيح. دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.